كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كان البارح واحد الاجتماع جمعكم بعامل اقليم الصويرة عادل المالكي من اجل النظر في الاشكالية ديال الشطر الثاني من مشروع السكن الاقتصادي بالصويرة او ما يسمى بمشروع نسمة. شنو ممكن تقولين على هذا الاجتماع سي محمد؟ شكرا الاخ على الاستضافه وعلى المتابعه ديال هذا الملف منذ البدايه ديالو. نعاود نزيد نشكرك بهذه المناسبه. البارح كان اجتماع مع اعضاء مكتب الوداديه مع السيد العامل والسيد باشا يقدم الصويره، مشكورين على المجهودات الجباره يقوموا بها من اجل حلحله هذا الملف اللي طول واحد المده ديال تقريبا وصلنا دابا 12 سنه وباقي ما تحلش. الاجتماع كان المحاور ديالو على المشروع بصفه عامه، خدا واحد الحيز من الوقت على الشطر الثاني، لانه الشطر الثاني باقي ما كايناش له الحل، لانه المنعش العقاري الوعود الكاذبه ديالو والتملص والتهرب ديالو من انجاز هذا المشروع. السلطه المحليه قالت لنا واحد الحل جزئي، لقاو لنا في صويره واحد العقار اللي هو محفظ وسليم 100% حدا اسواق السلام. لمن تبع هذا العقار؟ هذا العقار تبع الجامعه المحليه. نعم. بالمناسبه نشكر رئيس الجامعه المحليه هو المجهودات اللي قام بها باش يتحل لنا هذا الملف. شحال المساحه الاجماليه؟ ما عندكمش فكره شحال المساحه؟ تقريبا ما يمكنش نعطي الديتاي، لانه نعم. الا ما كانش الوثائق وسميتو ما يمكنش نتكلموا في شي حاجه. نعم. ما كانش رسميه. على اساس الوعاء العقاري غادي يحتضن الشطر الثاني من المشروع تقريبا. كيف قال لنا شحال مستفيد هو في هذا الشطر؟ لا، اللي باقي لنا تقريبا في المستفيدين الشطر الثاني تقريبا شي 340 مستفيد. السيد العامل عطانا وعود، قال لك اودي الا جاب الله هاد المساحه غتكفي لهاد الناس راه غيتحل المشكل. ما كانش غادي يعاود يقلب لينا على وعاء اخر اللي خصو يكون مصفي. بالنسبه لنا حنا خدينا الفكره، ان شاء الله راه غادي يكون عندنا اجتماع مع المستفيدين كلهم، غادي نناقشوا هذه الفكره وغادي من جميع الجوانب، ونتمنى وراه دار معنا على اساس باش تكون حنا المواكبه ديال هاد البقعه الارضيه، باش نشوفوا حنا التصاميم ونشوفوا الشكل ديالها ونشوفوا واش ترضي كموظفين نسكنوا في هذيك المنطقه او لا، واش في المستوى، واش كسكن لائق او لا. المهم حنا غادي نواكبوا وغادي نمشوا في هذا الاتجاه، لانه حنا كي قلنا هذا الملف طول، عندنا الناس وصلوا لواحد العمر متقدم من السن وباقي مازال تيتسنى قبر الحياه ديالو ومازال ما نعم. ما خداش. نعاود نرجعوا لهذا المكان اللي كاينين هنا فيه حنا دابا، راه هذا المكان هذه راه هو البلاصه اللي كان مزمع يدار فيها الشطر الثاني واللي محجوز عليها الراهن. عليها راهن واحد المبلغ مالي كبير من واحد المؤسسه بنكيه، وماشي غير هذه الارض، راه المشكل عندنا دابا اللي غادي يبان وجاي دابا في الطريق، وراه ناقشنا مع السيد العامل مشكور تا هو ديال هاد الناس اللي ساكنين ومخلصين. شحال واحد ساكن سي محمد؟ وتقريبا شي خمسه ديال لي بلوك هما ساكنين، خمسه ديال لي بلوك عندهم تا هما اشكال. مشكل كبير وخايب يعني حتى كيتقال راه ربما تلقى شي حل شي حاجه وتعاود عاوتاني شي حل. كان تيوعدنا هذاك المنعش العقاري بانه غادي يبدا يسلم لنا لي تيتر بارترونس، يعني كل بلوك يبدا يجيب لنا تيتر. نعم. ديالو، ولكن المعطيات اللي عندنا لا تبشر بالخير، بانه هاد الناس راه ما قامش بداكشي اللي كاين. البنكه راه غاديه في المسطره القانونيه ديالها، وحنا خصنا نتجندوا باش نلقاو حل لهاد الناس اللي ساكنين باش ياخذوا التيترات ديالهم اقل مده زمنيه باش نتفاداو شي حوايج لا تحمدوا عقباهم عقباها. واللي كاين
باش نعاود نرجع معك عاوتاني لواحد المشكل اخر هو الناس ديال 2017. نعم. الناس ديال 2017 عفوا اتصلوا بعض العقود راه شفناهم كوداديه مشينا عند الناس المختصين في القانون عطيناهم دوك العقود العرفيه قريناهم عطيناهم المحامي عطيناهم لي نوتير مشكورين هاد الناس اللي تيبدوا لنا يد المساعده رفضناهم ما قبلناهمش السبب ديالهم فيهم بعض البنود ماشي غير المهم هي العقد كله العقد كله هو صالح المقاول العقد كله صالح المقاول ما فيش شي حاجه في صالح المستفيد لهذا حنا رفضناهم ومن ضمن الاسباب هو كاين واحد الارتيكل او واحد البونت تيقول لك الا بغيت ترفع بيا دعوه قضائيه خصك ترفعها بيا في كازا مع العلم حنا بعنا وشرينا معاه هنايا دفعنا الفلوس هنا العمليه تمت هنا عندهم حتى هما المقر ديالهم هنا علاش حنا غادي نضروا باش نمشيو للدار البيضاء هذا اشكال يعني من بين الحوايج اللي في الشروط الا بغيتي ترفع بيا دعوه يعني هذا الشيء غادي في يعني هو النيه ديالو يعني باقي المسلسل ديال رفع الدعوه كاين حنا البوند اللي ما تنازلوش عليه وتنقولها ونعاود نكررها نعم. هو خصو يدير لنا في العقد المده الزمنيه ديال التسليم التسليم نعم الا ما عطاناش المده الزمنيه ديال التسليم كيف هو بيض من حقه حنا بنضمن حقنا نعم. بغينا حقنا يتضمن من هذا وان شاء الله راه الوداديه تتسعى باش يكون واحد الاجتماع ديال اعضاء المكتب ان شاء الله في الاسبوع المقبل وحنا تنتمناو خير وتشكروا الجميع اللي حل لنا الباب ديالو لا من السلطه ولا من المجلس ولا من جميع اطراف اللي متدخله في هذا المشروع وحنا ان شاء الله راه غادي نمشوا في الطريق الصحيح وغادي نبدلوا قصر الجهد ديالنا بالوسائل اللي هي نضاليه وكون ما هو قانوني ان شاء الله راه غادي نمشوا فيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.